كان عن مواضع الضمة، وقلنا للضمة أربع مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. التمرين، تمرين قلنا بين المرفوعات بالضمة وأنواعها مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة وما تكون فيه الضمة مقدرة وسبب تقديرها من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية. طبعا نحن في دروس الدروس تقريبا الماضية درسنا تقدير الحركات، وقلنا على الألف تقدر للتعذر، وعلى الواو والياء للإيقاظ، وأيضا تقدر أحيانا لمناسبة الياء على ما قبل الياء المتكلم لمناسبة الياء. وأيضا الآن نبين بالتفصيل، الآن حتى ما يعني الكل يحكوا مع بعضهم، كل واحدة تعمل جملة واللي بعدها تكمل إن شاء الله. نبدأ من عند ذكريني الاسم. إيناس. يا إيناس، يا إيناس المرفوعات قالشت. نعم ما حضرتش. أنا بعدها معك. زينب ابدأي. قالت عربية لرجل. عربية اسم مفرد مؤنث. اسم مفرد مؤنث، ما بدي أيضا أقول مؤنث، فقط أقول اسم مفرد يكفي. اسم مفرد. وفي الحركة هنا ظاهرة، الحركة ظاهرة، الضمة ظاهرة. أيضا تعطي. ما لك، أقرأ الجملة وبعد أخرجي ما فيها. قالت عربية لرجل. نعم. ما لك تعطي ولا تعدي. ما لك تعطي ولا تعدي. نعم. تعطي فعل مضارع مرفوع. وعليها مترفع الضمة المقدرة على الياء للثقل. نعم. ولا تعد، تعد فعل مضارع مرفوع وعليها مترفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم، قفي هنا. نقول عربية إذا اسم مفرد وفيه الضمة الظاهرة، وهو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وقالت عربية لرجل ما لك تعطي، تعطي هي فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل أو للثقل مباشرة. ولا تعد، لا هنا نافية، وتعد مضارع مرفوع على ما ترفعه الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة. إشراف أكملي. قال ملكي والوعد. قالت قال مالكي والوعد. قال مالكي والوعد. قالت ينفسح به البصر وينتشر فيه الأمل وتطيب به بذكره النفوس ويدخل. استنى انتظري انتظري فقط قول ينفسح به البصر. جملة جملة تواصل. ينفسح. نعم. فعل مضارع مرفوع الضمة. نعم، معناها مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. البصر. البصر اسم مفرد. اسم مفرد وإعرابه ينفسح البصر. ينفسح به البصر. أي لكن الفاعل هو هنا البصر. البصر. نعم، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أنا حذفت الضمير. اي انا حذفته في الكلام حتى ابين انه هو الفاعل. لو كانت مفعول به لكانت مفتوحه يعني منصوبه بالفتحه، اما هنا البصر، وليس هناك طريق شيء اخر الا ان يكون فاعل بعد الفعل. يعني كانني اقول ينفسح البصر به. به مفعول. نعم، ما نقول عن الجار والمجرور مفعول به، نقول الباء حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر متعلقان بالفعل ينفسح. متعلقان بالفعل ينفسح. وينتشر فيه الأمل. ينتشر فعل مضارع. انتي ينتشر فيه فعل مضارع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فيه الأمل، الأمل فعل مرفوع علامة رفعه الضمة فيه ما فقط يريد المرفوعة. فيه قلنا حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. الأمل هي هنا كالبصر، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. معناها ينتشر هو عبارة عن فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، فهو مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والأمل هي الفاعل. الأمل ينتشر فيه الأمل. ينتشر الأمل فيه. مضبوط عندك الأمل؟ أمل. خلينا نقول المعنى.
لأن ممكن يصح فيه الوجهان، أما الأمل هي الأصح. الأمل بالضبط. الأمل، الأمل هي هنا فاعل. نعم، بالوعد ينفسح الأمل، يعني يصير عند الإنسان أمل أكثر. نعم. وتطيب بذكره النفوس. تطيب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. بذكره النفوس. جمع تكسير. أحسنتي. مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم. معناها لدينا التطيب هي فعل مضارع لم يتصل باخره شيء، فبالتالي هي مضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. والنفوس هي عباره عن جمع تكسير، نفس نفوس جمع تكسير بزياده حروف، فنقول هنا فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. معناها الى الان لدينا الاسم المفرد وفعل المضارع الذي يتصل باخره شيء، جمع التكسير، وايضا ماذا معنا؟ ويرخى به العيش من؟ تفضلي. ويرخى فعل مضارع بالضمة المقدرة على الألف. نقول فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف. منع مجبور التعذر. نعم. العيش اسم مفرد فعل مرفوع بالضمة الظاهرة. نعم. معناها يرقى فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة المقدر على الألف، منع من ظهورها التعذر لأنها مختومة بألف. والعيش هي هنا فاعل اسم مفرد، والعيش فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. وتكتسب به المودات. تكتسب فعل مضارع مرفوع. لحظة غير أنت. وتكتسب به المودات. لكن هل هو مبني المعلوم أم مبني المجهول؟ مبني المجهول. تكتسب المودات. المودات جمع مؤنث سالم. نعم. وإعرابها؟ اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هو اسم، صحيح أنه اسم، هو جمع مؤنث سالم، صحيح. التليفونات إذا سمحت الهواتف صامت عمري. ركزي معي بنتي، أعطيني اسمك. إيمان. يا إيمان. الآن تكتسب لدينا هنا فعل مضارع مبني للمجهول. لما يكون فعل مضارع مبني للمجهول يحذف الفاعل وينوب عنه هنا المفعول به. ينوب المفعول به. المودات كانت في الأصل مفعول به. يكتسب مثلا الإنسان المودات، موداتي. موداتي كانت في الأصل مفعول به. حذف الفاعل فأصبحت تكتسب المودات، فأصبحت المودات التي هي في الأصل كانت مفعول به أصبحت نائب فاعل، نقول المودات. فمعناها هنا ناب المفعول به عن الفاعل فأصبح اسمه نائب فاعل، فيكون إعرابها كالتالي: فعل مضارع تكتسب، مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على مبني المجهول، مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. المودات نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو جمع مؤنث سالم. أحسنت. ويربح به المدح والوفاء. من؟ حنان. ويربح به المدح والوفاء. أليس مبني المجهول أيضا؟ مبني المجهول أم ليس مبني المجهول؟ أضع لكم، نقول يربح الإنسان المدح، مدح، يربح الإنسان مدح، حذفنا الفاعل، يربح المدح، مبني المجهول، مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفعه الفرق بين المعلوم والمجهول فقط كلمة مبني المعلوم ومضارع فقط، هذه فقط تزيدين مبني للمجهول التي بعدها. بدل أن نقول فاعل نقول نائب فاعل، نائب فاعل، فنقول يربح فعل مضارع مبني للمجهول، وما في داعي أقول بضم أوله وفتح
فتح ما قبل آخره، هذه ما في داعي لها، لكن أفهمها فهم. أقول فعل مضارع مبني مجهول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وعليكم السلام. مدح طبعاً به هي الجار والمجرور، المدح هو نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أيضاً فاعل أو نائب فاعل نفس الشيء. الواو حرف ناقص، والفاء اسم معطوف نعم اسم معطوف مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. فمعناها الأولى نائب فاعل التي هي المدح، والواو حرف عطف، والوفاء اسم معطوف، وفاء اسم معطوف، والمعطوف على المعطوف عليه يأخذ نفس الحركة، يأخذ نفس الحركة، فنقول أيضا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. سواء كانت كلمة المدح أو الوفاء فهي مفرد، هي مفرد. الخلق عيال الله. غير الأخوات اللي كانت بنتي. الخلق عيال الله. نعم. هي اسم. اسم مفرد صحيح، لكن أنا أعرابها هنا أو وظيفتها كما نقول في المكاتب، أعرابها وظيفتها أي. أنا كيشوف كل كان الوظيفة. الإعراب. أعطيني الإعراب يعني الوظيفة. قولي الاثنتين معلش، اما ركزي على الاعراب. وظيفته المبتدا. نعم اعرابها مبتدا مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على اخره. عياله اسم مفرد. نعم نعم. فمعناها الخلق عياله هي عبارة عن مبتدا وخبر، وكلاهما مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وكلاهما اسم مفرد. كلاهما اسم مفرد. خلق عيال جمع عيال جمع مقصود معناه أولاد، ممكن جمع تكسير. نعم أنا اعتبرناها باللهجة المصرية عيال جمع فرد بتاع عين. فما كلمة ما عندهاش مفرد؟ لا المفرد بتاعها غير كيف النساء. المفرد ممكن تكون من نوع آخر يعني ليس من نوعيها. لحظة يا بنات لحظة. عياله هي بالحق جمع تكسير، لكن ما مفردها عيالك على اللهجة المصرية؟ ممكن. هو عيال هنا قصد بمعنى عباد. نعم قصد بمعنى عباد الله. عباد جمع عبد، او عيال جمع عيل، او عائل. عائل هو الفقير. لا عائل الذي يعير الفقير. المهم انها جمع تكسير. سارى ما معنى اسم مفرد جمع تكسير. جمع تكسير تغيير تغيير في الشكل والزياده. نعم. فأحبهم لله أنفعهم لعياله. أحبهم لله أنفعهم لعياله لخلقه يعني. أحبهم أشرف. أحبهم اسم مجرور. أحبهم اسم. نعم أحبه يعتبر اسم. اسم نعم. أحبهم هنا إعرابها. أعطيني إعرابها فقط. مبتدأ أحبهم. من تتكلم؟ إذا تتكلم ترفع صوتها خليني أسمع منها. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأنفعهم أو هم كما قالت إن عربناها ضمة
ضمير متصل في محل جر، في محل جر بالإضافة، ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. وأنفعهم أنفعوا ما ليس من الاسم المرفوع للمفرد، ليس اسم مرفوع للمفرد. لكن أنا هناك ما أنها مرفوعة بالضمة، هي مبتدأ أحب على وزن أفعل، وبالتالي هنا نعتبرها مصدر، فنقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ليست اسم مفرد، كالموجود في النص أو في الدرس. أنفع قلنا ما تعرف أنفعهم؟ اسم مصدر، اسم مصدر، أي اسم مصدر خبر مرفوع الضمة الظاهرة على آخره، هم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فمعناها نقول أحبهم أنفعهم مبتدأ وخبر، ولعياله هي كلاهما طبعا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهم ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. عند الشدائد قبل نعم أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، أولى جمع تكسير زينب، أولى جمع تكسير، أولى كيف جمع تكسير؟ اسم مفرد مرفوع، يعني قولي أحسن أفضل بالضمة المقدرة، صيغة صيغة من صيغة التفضيل، يعني أولى صيغة من صيغة التفضيل صح؟ على كل حال هي هنا أولى تعتبر مبتدأ مرفوع على رفعه ضمة المقدرة على الألف. أولى الناس بالعفو أقدرهم، إشراف كملي، أولى الناس أقدرهم، كيف أحبهم؟ أي إعراب عليهم، أقدرهم خبر، خبر مرفوع على رفعه ضمة الظاهرة على آخره. أيضا هم ضمير متصل مبني في محل جر الإضافة. النساء جمع تكسير مبتدأ وهي جمع تكسير، أعتبر جمع تكسير بالشكل، لا 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 جمع اسم مفرد، هذا امرأة مست ولد نساء تغير شيء، هذا اسمه زيادة والنقصان جميعا صحيح، بزيادة والنقصان ضبط بالشكل تغييرات هذه، لكن يبقى للكلمة أثر من بعضها البعض يعني فيها. أما هنا لما أقول نساء ومفرد امرأة اسم جنس، اسم جنس جمعي ما لنا عمل كذا، المهم أنه في الإعراب ما يعتبر جمع تكسير، جنس جمع، اسم جنس جمع نعم، مفرده امرأة يعني ليس له من مفرد، نعم ليس له مفرد من نوعه، فنقول نساء مفرده امرأة نعم. وأيضا النساء مبتدأ مرفوع على مترفي الضمة الظاهرة على آخره، حبائل خبر جمع تكسير، حبل حبائل حبل نعم نعم جمع تكسير، وهو خبر مرفوع على مترفه نعم. عند الشدائد تعرف الإخوان، تعرف فعل مضارع، البنات اللي من تالي إناس جربي روحي إناس، فعل مضارع مرفوع على مترفه تعرف الإخوان مبني المجهول، تعرف أنت الإخوان في الأصل، لما صارت تعرف الإخوان تعرف مش مضارع، أي مضارع لكن مبني المعلوم أمامي المجهول، مبني المجهول وبالتالي بعده يكون نائب فاعل بدل بدل الفاعل. نعم نقول مضارع مرفوع تعرف مضارع مرفوع على مترفعه مبني المجهول طبعا مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة، الإخوان نائب فاعل مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة، والإخوان جمع تكسير، تهون البلايا بالصبر بنتي تهون فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره،
الضلع مرفوع بلايا بلايا خلينا في البلايا الان البلوى البليه جمع تكسير مرفوع هو جمع تكسير بليه بلايا الاعراب كجمع ماذا نعربها نقول فاعل مرفوع ثانيه شوف خليك تعرف فاعل مرفوع على مترفعه فاعل مرفوع على مترفعه الضمه المقدره على الالف منع من ظهورها التعذر اعيدي فاعل مرفوع على مترفعه الضمه المقدره على الالف منع من ظهورها التعذر احسنتي بالصبري الخطايا تظلم القلب لكن المقال الأعراب يتغير وهذا ما أخطأت فيه يعني جميع البنات يعني جمع تكسير لما خليني بجمع تكسير أو مفرد على الناحية الأعرابية من الناحية الأعرابية الفاعل لما يتقدم على الفعل يصبح مبتدأ لما قلت تهون البلايا قلت البلايا فاعل لكن هنا قدم الفاعل قال الخطايا تظلم القلب الخطايا مبتدا تظلم القلب الخبر اكملي اعراب الخطايا مبتدا مرفوع على مترفعه الضمه المقدره ما تكون اسمعوا اللي تبدا بالكلام تكمليها اما ان تعذر عليها اقول للاخرى اكملي اكملي يا اشرف الخطايا الخطايا مبتدا مرفوع على مترفعه الضمه المقدره على احسنت تظلم خبر نعم لكن كيف خبر صحيح انها خبر لكن كيف اصبحت خبر تظلم اول اعربيها كفعل فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهر على اخره نعم والفاعل لا ليس مبني المجهول مبني المعلوم هنا ضمير تظلم الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على الخطايا معناها تظلم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي لا لما أصل لا الضمائر واشرح ان شاء الله بالتصريح يعني جواز تاخر عديله هو عيد يا حنا عيد يا حنا اصل الكلام تظلم خطايا القلب صح عباره عن فعل لحظه ركزي معي تظلم خطايا القلب عباره عن فعل وفاعل مفعول به واضحه الان الفاعل اللي هو الخطايا قدمتها على الفعل لما يتقدم الفعل على الفاعل على الفعل يصبح مبتدا نقول الخطايا هنا كانت فاعل اصبحت مبتدا مرفوع علامه رفعه طبعا هذا قدم وصارت وما ادراك هذا افهمه فهم مباشره اقول مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الالف طبعا اعرب كلمه الخطايا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر تظلم الآن تظلم هي عبارة عن فعل مضارع ليس مبنيا بالمجهول لو كان مبنيا بالمجهول لكانت أصبحت يظلم القلب يظلم القلب واضح هنا تظلم القلب فمعناها لدي فعل وفاعل ومفعول به تظلم أقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الآن هذه الجملة أو هذا الفعل لديه فاعل الفاعل أقول والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو أو تقديره هي هنا الخطايا تقديره هي عفوا ونقول جملة تظلم مع الفاعل المستتر تظلم في محل رفع خبر للخطايا في محل رفع خبر للخطايا معناها تظلم مع الفاعل تظلم مع الفاعل التي تقدره هي في محل رفع خبر المبتدا خطايا واضح يعني انا احولها الى اسم اقول الخطايا مظلمة للقلب
سأحولها لإسم، لكن هي هنا أتت فعل، وبالتالي الجملة الفعلية هنا في محل رفع خبر. جملة الفعلية هنا في محل رفع خبر. قلبة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، واضح؟ يعني معناها دائما ننتبه الفاعل لما يتقدم على الفعل يصبح مبتدأ. أقول قام زيد، كانت فعل وفاعل، زيد قام تصبح مبتدأ، وقام فعل، والفاعل هو، وجملة قام في محل رفع خبر، واضح؟ اللي بعدها القراء، إكرام الضيف. تفضلي. القراء مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف لأنه اسم مقصور أو للتعبير أو اسم مقصور نفس الشيء. إكرام خبر مرفوع اسم مفرد. نعم، معناها مبتدا وخبر. مبتدا وخبر. القراء مبتدا مرفوع الضمة المقدرة على الألف عن ظهورها التعذر أو لأنه اسم مقصور، وإكرام هو خبر مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم. شنو الضمة المقدرة على الألف؟ يعني فين مسافة من الضمة؟ أبدلي القراء بكلمة الضيافة. الضيافة. نعم. أي لما قلت أنا الضيافة ولم تظهر الضمة ظهرت. لكن قراء بما أنها معتلة الآخر تقدر تقدير هذه الضمة، واضح؟ فنقدرها تقدير على الألف. لا أستطيع أن أقول القراء. القراء خطأ، يعني هي مبتدأ، والمبتدأ يجب أن يكون مرفوع، لكن على الألف لا تظهر الحركة، فنقول القراء مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة. يعني مش عارف دائما نزيد عوضها بكلمة أخرى. أنا يعني بساعدكم حتى يعني أضع كلمة غير معتلة الآخر حتى تظهر معنى الحركة. لو قلت بدل قراء قلت إطعام ظهرت معي الضمة، أما قراء ما تظهر لأنها معتلة. نعم. نقول إذا مبتدأ وخبر. الداعي غيرها. تفضلي. الداعي إلى الخير كفاعل. الداعي اسم مفرد مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة. أو أنه اسم مرفوع، صح سنتي، فعنها مبتدأ مقدر الحركة تقدير. كفاعله الظلم ظلمات. الظلم. تفضلي. الظلم اسم مفرد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ظلمات خبر جمع مؤنث سالم. نعم. مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. معناها الداعي هي عبارة عن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها، أما أن أقول الثقل أو لأنه اسم منقوص، واضح؟ وإلى الخير كفاعله ما لنا عمل بها لأنها جار ومجرور، جار ومجرور. نعم. الظلم ظلمات مبتدأ وخبر وكلاهما مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الظلم مفرد وظلمات جمع مؤنث سالم. الآن درسنا الجديد وهو نيابة الواو عن الضمة. نيابة الواو عن الضمة. وفي المتن يقول أما الواو فتكون، أنا تقريبا تكلم فيها قليلا لكن فيها الشيء الجديد. نقول الواو تكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك، أخوك، حموك، أخوك، ذو مال. خمسة. طبعا في مراجع أخرى نجدها الأسماء الستة. الأسماء الستة، فاعلموا أن الأسماء الستة أو الخمسة هي نفسها بزيادة أحد، يعني أحد هذه الأسماء. المهم المتفق عليه بكل الكتب الخمسة الأولى، وهناك واحد سادس زائد في الكتب في المراجع الأخرى، وهي هنون. هنون ما لنا عمل بها. فالمهم أبوك، أخوك، حموك، وفوك، وذو مال. ونقول بالنسبة لجمع المذكر السالم واضح، إن كان مفرد أقول معلم، أجمعها بحالة الرفع أقول معلمون، فلاح، فلاحون، هذا بحالة الرفع، فمعناها أرفعها بالواو، وأنها تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد.
في الاسم المفرد. وقال جمع المذكر السالم هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بزياده في اخره. الزياده هنا اما الواو والنون او ياء والنون. الان سنتكلم فقط عن الواو والنون. الواو والنون يعني بحاله الرفع. حاله الرفع اما يكون مبتدا او يكون فاعل او يكون نائب فاعل او يكون ممكن يكون نعت لمنعوت مرفوع او يكون اسم معطوف لما معطوف عليه ايضا مرفوع. وبالتالي نعرض بعض الامثله حتى نتفهم الموضوع. نقول فرح المخلفون. الشاهد الايه الاخرى الاولى نقول فرح المخلفون. مخلفون مفردها مخلف، إذا التنوين الضم مخلف، ولما أجمع وأقول مخلفون فرح المخلفون. فرح 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 المخلفون فرح خلاف رسول الله مخلفون. طبعا هذا في من تخلف عن المعارك، وهؤلاء أو تخلف عن قتال مع رسول الله. أقول فرحة هي عبارة عن فعل ماض مبني عن فتحة الظاهر على آخره. بالنسبة لجمع المذكر السالم يرفع يرفع، طبعا أنا الآن أتيهما يعني مع بعض أوضحهما، يرفع بالواو وينصب قلنا ويجر بالياء. نقول مخلفون مفردها مخلف مخلف، فأجد فرحة فعل ماض مبني عن فتحة ظاهرة على آخره. مخلف لو كانت مفرد فقلت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكنني أنا هنا أتيت بها جمع مذكر سالم، وقلت جمع المذكر السالم ما زال على اثنين ويعني ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق أجمعه جمع مذكر سالم. أقول فاعل الإعراب نفسه المفرد، لكن يختلف فقط بأن الواو تنوب عن الضمة. نقول فاعل مرفوع بالواو، لماذا؟ قال لأنه جمع مذكر سالم، واضح؟ فنقول هذه الواو هذه الواو نابت عن الضمة في الاسم المفرد، نابت عن الضمة في الاسم المفرد. ما أستطيع أن أقول فرح المخلفون نجيب النون وبعد التنوين مرة أخرى، لأن النون هذه هي بالأصل عبارة عن نون التي في الاسم المفرد. وأزيد أقول والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. معناها فرحة هي فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة. واحدة من البنات اللي سمحتي تهمة تجيب لي قلم أكحل من جوتا ما شاء الله غيره ما تجيبش اللي عندنا قلم أو تهمة تجيب لي. نقول هنا فاعل وهذه مفرد أيضا فاعل، لكن هنا مرفوع بالواو، لماذا؟ فاعل مرفوع على مترفع طبعا، او نقول مرفوع بالواو، لماذا؟ لانه جمع مذكر سالم والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وكلمه اسم لا تكتب لها همزه، نكتبها بدون همزه، لا يوضع لها همزه، همزه وصل ليست همزه قطع، الكل كتبها اسم اسم خطا. والدليل بسم الله او كتبناها بسم
لله انكتب ان وضعنا الالف، لكن الصحيح ان نضع الالف ونضعها صغيره. المهم نقول فرح المخلفون، هذا جمع مذكر سالم، هذه الواو نابت عن التنوين او نابت عن الضمه، ونقول النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هناك امثله اخرى، قال لكن الراسخون في العلم والمؤمنون، لكن الراسخون، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون. راسخون مفردها راسخ، معناها جمع مذكر سالم جمعت بالواو والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. في العلمي الواو حرف عطف، والمؤمنون جمع مؤمن، وهي ايضا جمع مذكر سالم جمعت بالواو والنون. منهم والمؤمنون، يقصد منهم والمؤمنون. اكيد راسخون في العلم منهم ومنهم والمؤمنون. ما في اشكال، لكن الشاهد في الشاهد في الراسخون والمؤمنون. نقول الراسخون هنا مبتدا مرفوع بالواو، لماذا؟ قال لانه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وبالتالي الواو هذه نابت عن الضمة، نابت عن الضمة. والمؤمنون هذه الواو هنا حرف عطف، هذه حرف عطف، والمؤمنون عطفناها على ماذا؟ على الراسخين، او قلنا على، او شوف لما نقول على تصبح الراسخين، لكن ان اوردناها على الروايه نقول الراسخون، نقول الراسخون. فنقول هنا ايضا اسم معطوف وهو مرفوع ايضا بالواو لانه جمع مذكر سالم، فمعناها يرفع الجمع المذكر السالم بالواو وتكون النون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وهناك من يوجز ويقول ترفع بالواو والنون يعني اسرع، اما هي في الاصل تجمع بالواو فقط والنون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. ولو كره المجرمون، كره المجرمون اليست بنفس فرح المخلفون؟ كره المجرمون، كره فعل ماض، والمجرمون نعم المجرمون جمع تفسير جمع مذكر سالم، نعرفها نقول فعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إن يكن منكم 20 صابرون، هناك ألفاظ العقول ملحقة بجمع المذكر السالم، ألفاظ العقول نقول الفاظ العقود هي من التسعين إلى من العشرين إلى التسعين، من العشرين إلى التسعين، هذه الأعداد نعاملها كأنها جمع مذكر سالم، نقول جاء عشرون، فأقول هنا هذا عدد هي عبارة عن واو، عبارة عن فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق، نعم ملحق بجمع المذكر السالم. والملحقات لنا إن شاء الله في العام القادم توسعة فيها، هناك كلمات تلحق بجمع المذكر السالم منها بنون، عليون، أراضون، سنون، إلى آخره من الكلمات التي تلحق جمع المذكر السالم، هذه تعرف إعراب جمع المذكر السالم. المهم شاهدنا الآن على ألفاظ العقود، ألفاظ العقود
وهي من العشرين إلى التسعين، يعني عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، وهذه تسمى ألفاظ العقود. نقول إن يكن منكم عشرون هنا، يكن إن يكن عشرون، طبعا جم منكم نتركها في الإعراب، نقول يكن مضارع ناقص هنا، وعشرون هنا تأتي اسم يكن مرفوعة بالواو لأنه ملحق جمع المذكر السالم، ولنا توسعة إن شاء الله في قدر الندى وبل صدف العام القادم. وآخرون جمع آخر، آخرون قلنا مضارع ناقص يعتبر ناسخ، وبالتالي يكون اسمها يكن كان يكن كان، فتأتي عشرون هنا اسم يكن، واسم يكن عادة يكون مرفوع، وهنا مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فمعناها جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، لما نصل إلى الجر نتكلم عنه. الآن تكلمنا فقط عن الرفع، تكلمنا عن الرفع. النوع الثاني الذي تنو فيه الواو عن الضمة هو الأسماء الخمسة. أسماء الخمسة قلنا أبوك، أخوك، حموك، فوك، وذو مال. أيضا هنا قال لم يقل أب، أخ، حم، ذو، فوك ما علمونا في المدارس، وأوردها مباشرة مضافة، أوردها مباشرة فيها ضمير، وهذا الضمير يكون في محل جر بالإضافة، دائما معناها تكون مضافة. فحتى أعرفها هذه الأسماء الخمسة، أسماء الخمسة هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. والآن سنتحدث فقط عن الرفع، حالة الرفع بالواو، حالة الرفع بالواو، وهي في أبوك، أخوك، حموك، أخوك، وذو مال. نقول قال تعالى وأبونا شيخ كبير. قبل أن أعرف الآية سأعرف المثال. أبوك رجل صالح، أبوك رجل صالح. وأيضا قبل أن أعرف المثال سأقول الأسماء الخمسة، هي قلنا أبوك، أخوك، حموك، فوك، وبمعنى فم، ذو مال. الآن سأتي عليها كلها، ما لن أضع شيء، أترك شيء بدون شرح. أقول أبوك هذه لها شروط حتى نعرفها إعراب الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب يعني بدل الفتحة بالألف، وتجر بالياء. الآن سأتكلم فقط عن ترفع بالواو. أقول أبوك هنا مبتدأ مرفوع. لو كانت بدون الإضافة قلت أب، قلت ما مبتدأ مرفوع، أنا أترفع بالظاهر على آخره، لكنها لما أضيفت رفعت بالواو. أقول مبتدأ مرفوع بالواو، أو ممكن أقول مرفوع لم ترفع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، بالواو لأنه نعم من الأسماء الخمسة، ولا أنسى هذا الضمير دائما، والكاف ضمير متصل مبني، ممكن أحدد حركة البناء إن أردت، أقول أبوك بالفتحة مبني في محل جر بالإضافة. ومن هنا
ينتج أنني حتى أستطيع أن أعربها أو أضمها أو أقول عنها أنها من الأسماء الخمسة يجب أن تكون لها شروط. أول شرط أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، مكبرة أي ليست صغيرة. أنا لم أقل أبي، أقول أبوك، مفردة أبوك، مفرد واحد. أن تكون مفردة، لا هي مثنى ولا هي جمع، لا هي مثنى ولا هي جمع. وأن تكون الشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة يعني دائما فيها ضمير في آخرها، نقول أبوك أبوك أبونا أبوهم، واضح؟ يجب أن يكون هذا الضمير موجود، لكن يجب أن لا يكون، أن لا يكون المضاف يا المخاط المتكلم، نعم يجب أن لا تكون الإضافة إلى يا المتكلم. فنقول طبعا هذه الشروط، والآن الأمثلة نعرفها من الكتاب. نقول وأبونا شيخ كبير، قل أنا أبوك هي مبتدأ، رجل هي خبر، وصالح هي نعت أو صفة. لا نقول أبونا شيخ كبير، أبونا هنا أول شيء هي بغض النظر عن الإعراب، هل أستطيع أن أقول عنها من الأسماء الخمسة أم لا أستطيع؟ أنظر إليها، أقول هي أول شيء مفرد، مفردة. ثانيا مكبرة، لم أقل أبي، أبي تصغير أب، ومضافة، والإضافة هنا نا، والإضافة ليست يا المتكلم. فمعناها أستطيع أن أعرفها إعراب الأسماء الخمسة، فأقول أبونا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير متصل نون. نعم نعم قلت أبوك أبونا هنا، نعم، والنا ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة يعني في الإعراب السابق، فقد اختلف الضمير. شيخ خبر وكبير نعت، أيضا من حيث أمرهم أبوهم، شاهد الثاني، من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم مفردة مكبرة مضافة، والإضافة ليست ياء المتكلم، وهي فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنهم من الأسماء الخمسة، وهم ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. وإنه لذو علم، وإنه لذو نفس الشيء، أبوهم أو أخوهم أو ذو أو فو، نفس الإعراب تأخذ. نقول وإنه لذو، هذه سأعرضها على السكورة لأنها فيها ناسخ. نقول وإنه لذو علم، وإنه لذو علم، الواو طبعاً تابعاً لما قبلها، استأنفنا بها الكلام أو ممكن تكون عاطفة حسب الكلام السابق. إنه هي عبارة عن إن، نعم، إما نقول ناسخ أصبح حرفي، أو نقول حرف مشبه بالفعل، هذا واحد وهذا إعراب ثاني، وأنا أفضل الثاني في المكاتب علمكم ناسخ الحرف. الهاء هنا ضمير متصل مبني في محل ماذا؟ ناسخ، ناسخ، لا أقول اسم ناسخ، التلميذ، لحظة التلميذ مجتهد،
وهذه خبر صحيح. إن تلميذا مجتهد، هذه إما نقول اسم الناسخ أو نقول اسمها منصوب بالفتحة، ونقول هذه خبر أو خبرها مرفوع بالضم. لما ينوب عن الاسم ضمير أقول إنه ضمير متصل مبني في محل ماذا؟ اسم نصب. اسم نصب إما اسمها أو اسم الناسخ، اسمها أو اسم الناسخ. واضح؟ لذو هذه تكلمت عنها المرة الماضية وقلت هذه اللام اسمها لام المزخرفة، هي للتأكيد الجملة، أما هي تسمى لام المزخرفة. ذو، إنه ذو خبر، خبرها خبر الناسخ لكنه مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. واشترطوا حتى يعمل من الأفعال أو من الأسماء الخمسة، قالوا يجب أن يكون بمعنى صاحب وأن يكون مضافا له، شرطان حتى يعمل. أن يكون ذو بمعنى، أن يكون أول شرط بمعنى صاحب، والشرط الثاني نستطيع أن نقول أن يأتي بعده مضاف إليه، مضاف إليه يعني حتى نعتبرها. لما أقول وإنه لذو علم، أي أنه صاحب علم، ذو صاحب بمعنى صاحب، ويأتي بعده مضاف إليه، هذه نعرفها علم، نقول مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. واضح؟ معناها دون عن أب أخ حم وحدها، تأتي ذو لها شرطان آخران، أن تكون بمعنى صاحب وأن تأتي بعد مضاف إليه، وفوك لها شروط سنتكلم عنها بعد قليل. نرجع إلى الأمثلة التي في الكتاب بسرعة. نقول إني أنا أخوك. إني هنا هي عبارة عن إن، حرف مشبهة بالفعل أي ناسخ، النواسخ هي إن، أن، كأن، لكن، ليت، ولعل. نقول بعدها مضاف إليه، بعد قبل المضاف، يعني يأتي بعدها، لازم بعدها إشراك، لازم حرفيا. ها نقول فإني هنا حرف مشبه بالفعل وليها ضمير متصل في محل نصب اسمها أو اسم الناسخ، وأنا أخوك لا ما تأتي خبر الناسخ، تأتي أنا مبتدأ أخوك خبر، والجملة الإسمية في محل رفع خبر، الجملة الإسمية في محل رفع خبر لإني. أعيد، إني حرف مشبه بالفعل، الياء ضمير متصل في محل نصب اسمها، يجب أن يكون هناك خبر، أين الخبر؟ الخبر هنا جملة إسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر، اللي هي أنا أخوك، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. أيضا بالشروط، لما قال أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة، وإضافتها لغيرها المتكلم. أولا في المفردة أورد شواهد، قال آباؤكم وأبناؤكم. آباؤكم هل نستطيع أن نعربها أعراب الأسماء الخمسة؟ لماذا؟ لأنها جمع، ومجرد ما صارت جمع
تعرب إعراب عادي، أقول آباؤكم مبتدأ مرفوع ولم ترفعيه الضمة، لأنها جمع يجب أن تكون مفردة، معناها فقدت شرط وبالتالي ليست من الاسم. إنما المؤمنون إخوة، إخوة أخون. تعرف من أسماء خمسة؟ لماذا؟ لأنها جمع لا تعرف من أسماء الخمسة. فأصبحتم بنعمته إخوانا، أيضا جمع. فأصلحوا بين أخويكم، أخويكم، أخ وأخ، أخويكم، معناها مثنى هنا، وبالتالي التثنى إذا كان مثنى لا يعرف من الأسماء الخمسة، فأقول هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، لأنه مثنى، لأنه مثنى، وحذفت النون طبعا للإضافة، ولنا يعني إن شاء الله درس في المثنى. ورفع أبويه على العرش، رفع هي فعل ماض، أبويه مثنى، إذن تخرج من الأسماء الخمسة. أيضا أسفل الصفحة، وله أخ أو أخت، هل تعرف أخ من الأسماء الخمسة؟ فقدت شرط، ما هو الشرط؟ الإضافة، شرط أنها لم تأتي مضافة، صحيح أنها مفردة، صحيح أنها مكبرة، لكنها غير مضافة، فقدت شرط من الشروط. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له، أخ لا، نعم فقدت الإضافة فخرجت من أسماء الخمسة. قال ائتوني بأخين لكم من أبيكم، بأخين أيضا نفس الشيء ليس فيها إضافة. إن له أبا شيخا، كبير ومفرد لكن ليس مضاف، نعم. أيضا قال، قال تعالى إن هذا أخي، فيها ياء متكلم، وبالتالي خرجت، فنقول هذا، إن هذا، إن حرف مشبه بالفعل أو ناسخ حرفي، واضح؟ هذا، هذا أعرفها قبل مرة، الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسمها، هنا رفع اسمها لأن لدي إن في محل نصب اسمها وليس رفع اسمها، نصب اسمها وليس رفع اسمها. وأخي هنا، هذا أخي هي مبتدأ وخبر، لما دخل عليها الناسخ صارت اسمها وخبرها. أخي هنا أقول خبرها مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبلها، المتكلم منع ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، ليست جديدة، واضح؟ أعيد، إن هذا أخي، إن حرف مشبه بالفعل، هذا الهاء للتنبيه، الذا اسم إشارة مبني في محل نصب اسمها، وأخي هنا خبرها مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء من درس سابق، والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، وعلى شكلتها، على شكلتين، أنا يوسف وهذا أخي، نفس الشيء، فألقوه على وجه أبي، نفس الشيء من مضاف إليه، وبالتالي تخرج من الأسماء الخمسة. الآن بالنسبة لكلمة فوكة، فوكة هذه لا نعربها، لا تعرب طبعا هذا الإعراب إلا بشرط أن تخرج من حرف الميم، يعني فوكة هي الفم، فم الإنسان، فم لما تكون بالميم أعربها إعراب طبيعي، إن أنا حذفت الميم أعربها إعراب الأسماء الخمسة. فلما أقول هذا فم حسن ورأيت فما حسنا ونظرت إلى فم حسن، كلها ليست من الأسماء الخمسة لأن فيها الميم، واضح؟ لو قلت تأتي بحالة نصب، تأتي بحالة الجر، قلنا هذا فم، هذا فم حسن، لمن تريد أن يعني تعربها؟ الهاء للتنبيه،
الذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. فم خبر مرفوع على مترفع الضمة الظاهر على آخره. حسن الحال لا يأتي إلا منصوب. نعم الحال لا يأتي إلا منصوب، وهذه مرفوعة وما قبلها مرفوع، إذا نعت مرفوع بالضمة الظاهرة. وتقول رأيت فمن حسن. رأيت رأيت هي فعل وفاعل، رافع ماض مبني أكملي رأيت رأيت فاعل تو فاعل. قولي رأى واحدة تأخذ إعراب آخر. قولي رأيت وقولي ماض مبني على السكون اتصالي بتاء الفاعل المتحرك. واضح؟ والتاء ضمير متصل في محل رفع. استنى انتظر اعطيها فرصه. يا ضمير متصل مبني في نصب اسم. لا في محل رفع رايت. دعينا من اسمها ومن اسمها وخبرها الان. رايت هي برع فعل وفاعل، فالمقول ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل متحركه. والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، لأن الفاعل يكون مرفوع فأقول في محل رفع فاعل. فمن فعل وفاعل مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. لو قلت قبل أن أنتقل إلى نظرت إلى فمن، أعرف إن نظرت إلى فمن أول. نظرت كرأيت، من تعربها؟ إناس. نظرت اي كيف نعرفها؟ فعل ماضي مبني عن السكون. اي اتصال لاتصاله بتاء. اسكتي زي ما قلتي. فعل ضمير متصل في محل رفع فاعل. احسنتي، لكن يلزم تركيز شوي. اقول نظرت ماض مبني على السكون اتصاله بتاء الفاعل المتحركه. والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إلى عربي إلى لا اللي بجانبك الأسماء ما حفظتها. اسمي يا أحسان. إلى ما إعرابه إلى عن على أحمد. 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 أحرف الجر أحسان ذكريها من الابتدائي. إلى حرف جر. إلى فمن راح يدخليها معناها للقائمة من جد، ضميها للعائلة حرف الجر. فقلنا إلى حرف جر فمن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ومتعلقان بماذا؟ بالفعل نظرت، دائما أعلق الجار والمجرور بأقرب فعل. وأيضا حسن إلى فمن حسن صفة أو نعت نقول. كلمة صفة هي تعني نعت، نعته أي وصفه. واضح؟ فرأينا أن جميع هذه الكلمات فيها حرف الميم وبالتالي تأخذ إعراب طبيعي. لا ندخلها مع الأسماء الخمسة. كيف ندخلها مع الأسماء الخمسة؟ لما أقول هذا فوكا ناحية الميم، هذا فوكا صارت من الأسماء الخمسة. لماذا؟ أول شيء حذفت الميم ورفعتها بالواو وأضفتها وهي مكبرة ومفردة، صحيح؟ فمعناها هنا استكملت الشروط، لكن إن وجدت الميم أعراب عادي. وطبعا بالنسبة لذو تكلمت عنها قبل قليل، قد تكون بمعنى صاحب ويكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف، فإن لم يكن بمعنى صاحب كانت موصولة، واستشهد على ذلك ما أتى بشاهد على الموصولة في العام القادم نتكلم عنه إن شاء الله. الآن قال ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل من تعربها؟ الأسماء الخمس. ذو كيف أعربها؟ لها موقع إعرابي. مبتدأ. نعم مبتدأ أحسنتي. ضعي مكانها صاحب. مبتدأ مرفوع وعلامة رفع مرفوع بالواو. نعم.
الأسماء الخمسة. أحسنت. والعقل مضاف إليه. أحسنت. نعم. أين الخبر؟ يشغل في النعيم جملة فعلية. من اللي تتكلمين؟ أنت؟ أشرح. يشقى؟ يشقى. فعل؟ فعل. مضارع؟ نعم. مرفوع علامة رفعه، مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. للتعدد. للتعدد. نعم. والفاعل؟ فاعل ضمير؟ مستتر. أي مستتر. يشقى هو. ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أنا قلت مبدئيا قولوا مع هو وهي جوازا ومع أنا ونحن وجوبا حتى فيما بعد نصل لدرسه وأشرحه يعني كله في درس واحد بشرح. هو وهي لما يكون الفاعل تقديره هو أو تقديره هي نقول جوازا وعلموها يعني زوجناهم لبعض هكذا تحفظ معه. نقول هو وهي جوازا ووجوبا تكون أنا ونحن وأنت. سأعيد الإعراب، ركزوا مع الملاحظة الآن، ركزوا مع الملاحظة. قلت الفاعل لما يقدر هو أو هي نقول جوازا ولما يكون أنا ونحن وأنت تكون وجوبا. هنا قلنا ذو العقل ذو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. وهو هنا بمعنى صاحب وأتى بعده مضاف إليه صح؟ العقلي مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يشقى هي عبارة عن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. والفاعل ضمير مستتر يشقى. تقديره ماذا؟ يشقى هو. معناها ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وجملة يشقى المؤلفة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. نعم. وجملة يشقى مع الفاعل هو في محل رفع خبر. عيدي علي اسمك. اي يا رنا افهمي اعلى منك. اقول ما زال بكي عليها يا الجملة الفعلية لكن طالما مر معنا المثال يجب أن نتكلم عنه. نقول ذو العقل، ذو العقل يشقى صح؟ ذو قلنا يجب أن تأتي بمعنى صاحب وأن يأتي بعدها مضاف إليه. إذا شروطها كاملة أستطيع أن أعربها بإعراب الأسماء الخمسة. إن أنا أعربت كلمة صاحب قلت مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره صح؟ لكن لما أعربها الأسماء الخمسة أقول مبتدأ مرفوع بماذا؟ بالواو. لأن من الأسماء الخمسة وبعدها مضاف إليه. ها أنا أعرف عقلي مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. واضحة؟ لا. الآن هذا المبتدأ لابد له من خبر. ما أستطيع أن آتي بمبتدأ إلا يجب أن أجد الخبر. أين الخبر؟ الخبر أنا قلت جملة اسمية. لما أقول جملة ضعوها هكذا بين قوسين حتى تفهموا فيما بعد أن قصدت فيها جملة. أعرفها أولا مفردة. أقول يشقى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. طبعا أنا أوجد الآن للتعبر قدرت على الألف في التعذر صح؟ ضمة مرفوع علامة رفعه مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأيضا يجب لما أقول يشقى يجب أن أجد الفاعل. أوجدت فعل؟ يجب أن أجد الفاعل. الفاعل هنا ما في النص فاعل لكن تعود على صاحب العقل. فأقول
فاعل ضمير مستتر، مستتر يعني مخبأ، حتى يعني تفهموا شو معنى مستتر، يعني مخفي، مستتر ليس مكتوب أمامي، مستتر جوازا تقديره هو، يعود على من؟ على صاحب العقل أو ذو عقل. الآن جملة يشقى هذه مع هو اللي هو الفاعل، أقول في محل رفع خبر ذو العقل يشقى هي الخبر. يعني كيف سأحولها إلى اسم؟ يعني أنا ما سمعته لكن سأحولها لك. أقول ذو العقل شاقي، شاقي، لكن شاقي أنا يجب أن أحذف الياء، أقول شاقين لأنه اسم موقوف، شاقي، وبالتالي بحالة الرفع تحذف الياء هو خبر، والخبر مرفوع، واضح؟ معناها الجملة الفعلية هنا في محل رفع خبر لذو العقل. وأخو الشقاوة، هل هكاك وأخو الجهالة، وأخو الجهالة في الشقاوة، نعم. وأخو الشقاوة الجهالة، الجهالة في الشقاوة، نعم. وإنما كانت اسم ظاهر، قلنا أن يكون مضافا، وممكن يكون الإضافة تكون ضمير، وممكن تكون اسم ظاهر، يعني كأني أقول وأخوه، أخوه، ومعناها هنا هذا حرف عطف، وهذا اسم معطوف، وعطف على ماذا؟ على ذو، معطوف على ذو أيضا، معناها تتمتها نفس الإعراب، مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهذه مضافة إليه، مضافة إليه. وإن أنا ما حسبتها هذه معطوفة عليه، قلت أخو الجهالة في الشقاوة، نعم اعتبرت هذه، إن أنا بدأت فيها أعتبرها مبتدأ وخبرها ينعم، هذه فعل مضارع، فعل مضارع والفاعل هو، وأخو جملة ينعم في محل رفع خبر لأخو جهالتي، واضح؟ أما أنت معي شوي شوي تو إن شاء الله تتحسن فيها، ليست صعبة والله، لكن قلة الممارسة فيها، ليست بصعبة لكن الممارسة فقط، يعني أنا من الدرس الأول للآن التمرينات العقلية هم البنات ثم فرق، زيدوا في التمرينات فإن شاء الله تحسنون أكثر، لدينا وقت نكمل أم لا؟ الوقت الآن مازال 10 دقائق، لا نتعدى معناها، خلينا نشوف التمرين أولا، تمرين قال بين المرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة والمرفوع بالواو مع بيان كل واحد من الكلمات الواردة في الجملة، يكفي هذا التمرين رقم واحد، تمرين واحد هذا عملوا في الدار. الآن الذي بعده نيابة الألف عن الضمة وتكون في المثنى، لدينا متسع من الوقت الدرسين من الضمة، يعني مش درسين أما فقرتين أنا حكيت فيهم قليلا، خلينا نتكلم عنه. قال أما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء، معناها سنتكلم هنا عن المثنى، المثنى
ما دل على اثنين او اثنتين. مثنى، طب اقول مثنى وما تخطوا ما بين المثنى والمؤنث. مثنى اثنان. فنقول علامة الرفع او تنوب الالف عن الضمة، طبعا في حالة الرفع. نقول مثال على ذلك، حضر الصديقان، انا ساعطيكم واحدة بحالة الرفع، لازم نعطيها بحالة الابتداء وحالة الارتفاع. نقول حضر الصديقان واقبل العمران واقبل الجدتان، نفس الشيء كله نفس الاعراب. نفس المثنى يرفع، طبعا كل الاسماء الخمسة ترفع بالضبط. جعل المذكر السالم يرفع بالواو. الان المثنى يرفع بالالف. خليني اقول هنا يرفع المثنى بالالف وينصب ويجر بالياء. طبعا المذكر السالم يرفع، ماذا مثنى هنا وهنا جمع المذكر. جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر وينصب ويجر بالياء. خلينا على المثنى الآن. نقول حضر صديقان، نقول حضر فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، أو قلت يحضر المضارع مرفوع على الضمة الظاهرة على آخره. الفاعل هنا مثنى، مفرده صديق، الصديق، حضر الصديق، واضح؟ لما أعرف هذه أقول فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. لما أعرف هذه المثنى نقول فاعل مرفوع، لكن هنا أقول بالألف، نيابة مثنى، لا أقول نيابة، أختصرها أفهمها فهم هذه النيابة، أقول بالألف. لماذا؟ لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، واضح؟ فمعناها المثنى في حالة الرفع يكون بالألف، بالألف. إن قلت الصديقان سعيدان أو فرحان، الصديقان هنا إن قلت أنا الصديق سعيد، فأقول مبتدأ مرفوع بالضمة وخبر مرفوع بالضمة، صح؟ هنا أقول مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. سعيدان خبر مرفوع أيضا بالألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، واضح؟ حالة الرفع، حالة الرفع إما يكون مبتدأ أو خبر أو يكون فاعل، هي أقرب شيء لها. هما في حالات أخرى لكن هذه أقرب شيء وأكثر شيء نتداولها في أمثلتنا. الآن التي بعدها تكلم فيها في الدرس الماضي قليلا، وهي نيابة النون عن الضمة، وتكلمت فيها قليلا عن الأسماء الخمسة، عفوا الأفعال الخمسة وليس الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة. طبعا هاي هذا نيابة الألف عن الضمة تمرين واحد، ليس رقم واحد. اللي تحب الأول يعني تسميه وحدة يعني تتسلى فيه. الثاني ضع في كل أو ضع كل واحد من المثنيات الآتية في كلام مفيد، ما أريد الكل. اختاري ثلاث جمل أو ثلاث كلمات ضعيها بحالة الرفع وأعربيها. رقم اثنان
رقم اثنان نيابة الألف عن الضمة. التمرين رقم اثنان، وضع كل أو ضعي كل واحد من المثنيات الآتية في كلام مفيد. اختاري ثلاث كلمات، ما أريد أكثر. ثلاث كلمات ضعيها في جملة وأعرف الجملة. يعني العالمان، العالمان مشهوران مبتدأ وخبر، أو حضر العالمان. يعني أصنع جملة وأعرف، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو مؤلفة مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل يكفيني. المهم أن أحس أن الموضوع مفهوم. قل ثلاث كلمات فقط، اختاري ثلاث كلمات واعمل عليها جمل وأعرفي الجمل. الآن يعني رجاء لكل الأخوات اللي تحب تستفيد في زمن الكل يشتغل، الكل يعمل ما أقول له. يعني أنا أسهل عليكم والله لآخر درجة. يعني ها ممكن أنا أقول لكم حلو التمرينات الكل حتى تستفيدوا، لكن أنا واحد يكفيني. مثلا هاي تثنية الكلمات ما في داعي لها، يعني بتاع صغار حبي تسلي فيها تستاهل. يعني جمال جمالان أثياب فيلان تسلية هذه، لكن من باب يعني ممارسة. نقول الآن الدرس الثالث هو نيابة النون عن الضمة، وقلنا هذه في الأفعال الخمسة وأنا عرفتها من الدرس الماضي لكن أعيدها الآن. فأقول مسافر، مسافر هي في الأصل فعل، مضارع مرفوع بالضمة، الظاهرة على آخر ما. الآن هذا فعل مضارع لم يتصل به شيء ولن يسبق شيء، أي أنه مجرد. فأقول هنا لما يدخل عليه ألف الاثنين واو الجماعة يا المؤنث المخاطبة تنوب النون عن الواو. أقول يسافر، يسافر تصبح مسافران، مسافران وتو سافران ومسافرون انتصرت به واو الجماعة، تكلمت فيها المرة الماضية لكن أعيد الآن. تسافرون وتسافرين كل هذه بدل ما أقول فعل مضارع مرفوع بالضمة أقول فعل مضارع مرفوع لثبوت النون. أقول فعل مضارع مرفوع لثبوت النون، يعني بدل الضمة نابت النون. مثال هنا أنتما تسافران غدا، أنتما تسافران غدا، والرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبي. نعرف مثال على الأقل. أنتما تسافران، أنتما تسافران أقول هذه أنتما من ضمائر الرفع المنفصل، وهي هنا للمخاطب. أقول ضمير رفع منفصل مبني في محل ماذا؟ رفع مبتدأ. يجب أن أقول رفع حتى أبين أن المبتدأ مرفوع. تسافران، تسافران أقول أعربها فعل، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأقول والألف هذه سافران، والألف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وما يتغير مكان هذه الضمائر. معناها كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين
خطاب الجماعة يا المؤنثة المخاطبة، هذه نقول لها الأفعال، الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هذه تنوب فيها ثبوت النون عن الضمة، تنوب ثبوت النون عن الضمة. بدل ما أقول مرفوع علامة رفعه الضمة، أقول مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وأرجع إلى الضمير فأقول والألف أو الواو أو الياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم. نعرف فقط الكلمات التي تهمنا في الدرس. الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم. الرجال تكون مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، المخلصون كيف خبر؟ الرجال معرفات، الرجال بالواو، مذكر جمع إذا يكون نعت وليس خبر، لأنني يعني سأجد الخبر فيما بعد. هم الذين يقومون، نعرب يقومون، أقول فعل، طبعا هنا أعرب إن أكملت النعت، أقول مرفوع بالواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر. نعم، لأنه مفردها مخلص، بالواو لأنه جمع مذكر سالم. يقومون، الرجال المخلصون يقومون، هنا الخبر. أقول يقومون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأفعال، نعم، لأنه من الأفعال الخمسة. الأسماء هي أبن أخ محمد، أما هذه فعل مضارع اتصل به ألف اثنين واو جمع ياء المؤنثة المخاطبة. الأفعال الخمسة، ولا أنسى أن أقول والواو ضمير متصل مبني في محل رفع، ما تنسي رفع، رفع فاعل، اليوم هدى ليست موجودة، كنت أسمع صوت هدى، اليوم ليست موجودة، فقلنا رفعت هذه بثبوت النون. لماذا قلنا بثبوت النون؟ لأن هذه الكلمة لما تدخل عليها الجوازم أو النواصب تحذف هذه النون، ولنا درس فيها إن شاء الله. معناها الآن أي معناها كل فعل مضارع، حطيها في بالك أنه القسم الأول فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة ورفع بثبوت النون، واضح؟ معناها لما أعرف الأفعال الخمسة أقول كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المؤنثة المخاطبة، يكون بالياء والتاء، يسافران تسافران، يقومون تقومون، ومع الياء تقومين فقط، صح؟ أيضا تمرين واحد أو سؤال صغير سأختاره. ضعي مثال واحد وأعرفه فقط. ضعي مثال اختاري بالنسبة لرقم اثنان. قال استعمل كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة. ضعي جملة واحدة وأعرفها. ضعي جملة واحدة وأعرف رقم اثنان. لا ثاني. اختاري أي كلمة حتى أنا عندك، معلش. المهم أنه فعل مضارع من الأفعال الخمسة. ضعي عليه مثال وأعرفه. المهم الممارسة. طبعاً إني يعني ما أقول التركيز عليه مشان الامتحانات،
ركزوا عليه باقي ممكن يفهم فهم، ليس ضروري كل حاجه الانسان يعني عن ظهر قلب كما يقولون غيبا فهمي. يعني مثلا من الاسئله السهله في هذه الدروس التي اخذناها الان فقط شروط الاسماء الخمسه، تكون مفردة مكبرة مضافة، هذا مهم، سؤال مهم، الباقي يفهم فهم. ومن الأسئلة السابقة أيضا لدينا قد، لما نتكلم عن قد للتحقيق والتقريب والتقليل والتكثير. الآن الباقي يفهم فهم، الباقي يفهم فهم، ما في داعي إنه الإنسان يحفظه كما يقولون يعني غير كما لو أنه قرآن. الفهم كما تفهمون بالرياضيات تفهمون في قواعد اللغة العربية. فهمت حتى شيء في الرياضيات؟ الحمد لله. لا سبحان الله، 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 سبح